الواحد الذي نعبده جميعا. نحيي الحضور الكريم، وفي المقدمة المنصة الدكتور محمد بديع، وأيضا الدكتور محمود عمارة. مندوب الأواف ونقابة الصحفيين ونقابة الصيادلة وكل الحضور الكريم ورجال الإعلام، حي الجميع في هذه الأمسية وفي هذا اللقاء اللي إن شاء الله يكون دائما للخير. شكر للدعوة الكريمة من فضيلة المرشد العام للإخوان دكتور محمد بديع، أستاذ دكتور محمد عبد القدوس وكل من قام بدعوة. أود أن أنقل لكم تحيات ومحبة نيافة الحبر الجليل القائم مقام البطريركي نيافة الأنبا بخمس، وأيضا محبة وتحية أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. لو عارف طريقة تعلي لي الصوت عن كده يبقى كتر خيرك، ما كانش اهدى وانت تسمع. لقاء مصر من أجل هذا التطاول المرفوض مسيحيا وإسلاميا على الإسلام ونبيه. وكل من يعيش في هذه الأرض لا يعرف إلا الحب لله والحب لجميع الناس، كما قال مثلث الرحمات قداس البابا شنودة الثالث: إن مصر ليست وطن نعيش فيه لكنها وطن يعيش فينا. داخل كل مصر، داخل كل مصري، مصر بكاملها بمسلميها ومسيحيها. ولا أنسى كلمة قالها البابا شنودة الثالث نيح الله روحه، قال: مستعد أن أفدي كل إخوتي المسلمين بحياتي عن كل مسلم يعيش على أرض مصر. فنحن في مصر نعرف إلى الحب والود، عشنا مسلمين ومسيحيين 14 قرن من الزمان في حب وتآخي وتعاون. وعلى رأي المستعمرين اللي قالوا لا تفرق في مصر بين المسلم والمسيحي إلا في ساعة الصلاة فقط، المسلم يصلي في الجامع والمسيحي في الكنيسة، أما ما عدا هذا لا تميز هذا من ذاك. في مصر احترام للأديان بدءا من الفراعنة حتى يومنا هذا، نحن متدينون جميعا، نحب الله ونحب بعضنا البعض. ونلخص المسيحية في كلمة الله محبة، ونلخص الإسلام في كلمة الدين المعاملة. كلنا مسيحيين لنا أصدقاء من إخواتنا المسلمين، ومسلمين لنا أصدقاء من المسيحيين. على مدى العصور ومدى التاريخ لا نقبل أي إهانة، بل أنا لا أنسى أصدقاء زملاء دراسة من حوالي 50 سنة عدت، كان يحاول يحفظ المصطلحات المسيحية لكي يجاملني بها صديقي سعيد إمام. وهكذا أحبائنا وإخوتنا، نحن شعب واحد. وهذا ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي: حصل فتنة بمقتل بطرس غالي، فقال القصيدة الجميلة: أعهدتنا والقبط إلا أمة في الأرض واحدة تروم مراما،
نعلي تعاليم المسيح لأجلهم، يوقرون لأجلنا الإسلام، الدين للديان جل جلاله. لو شاء ربك وحد الأقوام، هذه ربعكم وتلك ربعنا متقابلين نعالج الأيام، هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجما وعظاما، فبحرمة الموت واجب حبهم عيشوا كما يقضي الجوار كراما. هذه القصيدة التي قالها أحمد شوقي أمير الشعراء التي تعبر عن لسان مصر المسلمين والمسيحيين. لا نعرف إلا الحب والود، ولولا هذا الحب ولولا هذا الود ما بقيت مصر. مصر التي حققت انتصار أكتوبر 73 رمضان بالمسلم والمسيحي، تحررت من أيدي العدو الصهيوني. ومصر التي عبر وحطم خط بارليف فيها كان مسيحياً، فالمسيحي مع المسلم حققوا نصر أكتوبر ونصر البلاد. ونحن اليوم اجتمعنا لكي نساند الإسلام ونبيه كمسيحيين ومسلمين. هذه هي مصر التي تحب الإسلام وتحب المسيحية، توقر ده وتوقر ده زي ما قال أحمد شوقي. فدايما مصر إلى الأمام، ومصر في الخير، ومساندة من القلب لإخواتنا المسلمين، ومساندة في احترام الأديان إسلام ومسيحية، ودائما مصر رائدة ومعلمة. أما التفاصيل سمعنا فيها وسمعنا نسمع أكثر، بس أود أن أشير إلى نقطة. إذا كان هناك 5 أو 7 أو 10 من أقباط المهجر نسب إليهم هذه الأمور، فنقول إن مئات الآلاف من أقباط المهجر هم كأقباط مصر داخلها، وهذا الحب موجود للإسلام وللمسيحية. ربنا يحفظ مصر ويحفظ تدين مصر بكل قياداته وبكل المواطنين وكل المشتركين، ودائما مصر بالخير والبركة إلى انتهاء الأجيال. وعلى رأي الكلمة اللطيفة التي قالتها الدكتورة نعمات أحمد فؤاد، قالت مصريون قبل الأديان ومصريون بعد الأديان ومصريون إلى نهاية الزمان، أضف لها أنها متدينين ومحبين لله ومحبين لبعضنا البعض. ودايما لقاءات طيبة، وأشكركم والسلام لكم جميعا. مصر مسيحي زي زمان، ايد واحدة في كل مكان.